بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السيد مدير ديوان رئاسة الجمهورية، السيد مستشار السيد رئيس الجمهورية، السيدات والسادة أعضاء الحكومة، السيد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي الاجتماعي والبيئي، السيد محافظ بنك الجزائر، السيد رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، السيدات والسادة رؤساء منظمات أرباب العمل، السيدات والسادة الحضور، أسرة الإعلام الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بادئ ذي بدء، أود أن أشكر مسؤولي مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري على تنظيم هذا الحدث الذي يحظى كما تعلمون بالرعاية السامية للسيد رئيس الجمهورية، والذي يشكل موضوع أولوية قصوى للحكومة لا تقل أهمية عن ملف ضبط الواردات وعقلنتها بما لهم من أثر كبير في الحفاظ على التوازنات في مجال التجارة الخارجية للبلاد وصون سيادتنا الاقتصادية. إن اختياركم لهذا الموضوع لدليل على مدى إدراككم بمستوى التحديات التي تواجهنا جميعاً والتي يستلزم رفعها توفير كل شروط بناء اقتصاد متنوع بعيداً عن سياسة الاتكال على ريع المحروقات، مما سيسمح بالارتقاء بمستوى الإنتاج المحلي ورفع مستوى صمود الاقتصاد الوطني تجاه الأزمات الاقتصادية لمواجهة المنافسة العالمية التي تزداد حدة يوماً بعد يوم. لقد أرق الارتباط القوي لتعافي الاقتصاد الجزائري بمستوى أسعار النفط الباحثين، وأعطى صورة سيئة عن اقتصاد هش تحت رحمة تقلبات الأسعار البترولية. ورغم المحاولات العديدة في تخطي عدبة 2 مليار دولار كصادرات خارج المحروقات، أصبحت هناك قناعة لدى الجميع بأن ذلك صعب الملال، بل أحياناً اعتبره من المستحيلات، مثلما روجت له معاول الهدم وكبح المبادرات الوطنية وتقزيم دور الكفاءات الوطنية ودور المتعاملين الاقتصاديين النزهاء في هذا البلد. ولكن عندما حضرت الإرادة السياسية المخلصة والمؤمنة بأن المستحيل ليس ضمن قاموسنا الوطني، تجند جميع المخلصين في ظل النهج الجديد والرؤية الواضحة للجزائر الجديدة، وقاموا بكسر هذه القناعات المزيفة. واسمحوا لي بهذه المناسبة أن أعود بكم إلى تعهد السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في خطاب التنصيب الذي ألقاه في 19 ديسمبر 2019 ببناء اقتصاد قوي متنوع مدر للثروة ومولد لمناصب الشغل، صانع للرفاه الاجتماعي، يقوي أمننا الغذائي والصحي، ويحصن الأمة من التبعية القاتلة للخارج وللمحروقات. كما وجه السيد رئيس الجمهورية دعوة خاصة وصادقة لجميع رجال الأعمال الوطنيين الشرفاء والمؤسسات الاقتصادية الخاصة والعمومية إلى التجند الاستثماري بقوة، مع تعهده بأنهم سيجدون في المقابل كل التسهيلات والدعم والمرافقة من طرف الدولة من أجل زيادة الإنتاج والتوجه للاستثمار في الأسواق الخارجية. كما يقع على الدولة مسؤولية تثمين الإنتاج الوطني ليس فقط عن طريق دعم القطاعات المنتجة من أجل تطوير الإنتاج كما ونوعية، ولكن أيضاً عن طريق سياسة تجارية خارجية هادفة تضع الاحتياجات الحقيقية للسوق الوطنية وللمستهلكين كمبادئ أساسية من أجل حماية المنتوج والمنتج الوطنيين، وكذا الحفاظ على التوازنات الخارجية، وتقطع الطريق أمام كل محاولات تهريب العملة تحت غطاء عمليات استيراد وهمية أو استيراد سلع وكماليات الاقتصاد الوطني والمواطن في غنى عنها. وعلى الرغم من الصعوبات التي اعترضت مسار الإنعاش الاقتصادي
الناجمة لا سيما عن أزمة الصحية العالمية وما كان لتداعياتها الاجتماعية والاقتصادية داخليا وخارجيا، واصلت الحكومة مسعاها الطوعي لتنفيذ سياسة تجارية تهدف إلى تنويع الصادرات خارج المحروقات وضبط الواردات وتقليصها دون المساس بالاحتياجات الأساسية والحيوية للمواطنين ومتطلبات الاقتصاد من المدخلات، إلى جانب مكافحة التبذير كما التزمت الحكومة بمواصلة جهودها في مكافحة ظاهرة تضخيم الفواتير، هذا السرطان الذي نخر جسم الاقتصاد الوطني لسنوات طويلة وحان الأوان للقضاء عليه نهائيا، وردع كل من يلجأ إلى هذه الممارسات الهدامة. وإذ تعمل الحكومة كذلك على مواصلة تطهير المجال التجاري، فإنها تلتزم بوضع الأدوات والآليات اللازمة لضمان التنظيم والإشراف الأفضل على التجارة الخارجية، خاصة في مكافحة التجارة غير الرسمية وإدماجها ضمن النشاط التجاري الرسمي، وإعادة تنظيم السوق وأخلقة النشاط التجاري ورقمنة القطاع التجاري وتطوير التجارة الإلكترونية وحماية المستهلكين وتعزيز المنافسة ومكافحة الغش. وفي إطار الرؤية الاقتصادية الجديدة تتجه بلادنا بخطى أكثر واقعية وبخطى ثابتة نحو تنويع الاقتصاد الوطني، نصب من خلاله إلى إرساء أسس صلبة لاقتصاد وطني جديد قوي مستدام مستقل عن التبعية لعائدات المحروقات. ولطالما كانت استراتيجية الوطنية للتصدير مجرد شعار، فقد تم وضع أسسها الأولى عبر إشراك مختلف المتعاملين الاقتصاديين والشعب ذات القدرات العالية في التصدير، لا سيما خلال اللقاءات التشاورية التي أشرفت عليها وزارة التجارة مع مختلف المتعاملين سنة 21، وأفرزت عن جملة من اقتراحات تم وضعها حيز التنفيذ، مما ساهم في تجاوز قيمة الصادرات خارج المحروقات سقف 5 مليار دولار لأول مرة في تاريخ البلاد، لتستمر وتيرة الإصلاحات. ونحن بفضل الله وبإرادة وعزيمة المنتجين الشرفاء بصدد تحقيق 7 مليار دولار بنهاية السنة الجارية. لقد بلغت صادرات الجزائر خارج المحروقات لغاية 30 سبتمبر 2022 5 مليار دولار أمريكي. وهو المستوى الذي بلغته هذه الصادرات خلال سنة 21، وهذا بفضل مجهوداتكم كلكم. ونتمنى أن تتعدى الصادرات 7 مليار في آخر 22 إن شاء الله. تشجيع الصادرات، تشجيع المصدرين وضبط الواردات. أعطيكم صورة يعني عن الوضع الذي كان سائدا سابقا. كانت الجزائر تتوفر على 43 ألف مستورد و 200 مصدر، وليسوا مصدرين دائمين لما كانت تعتريهم من مشاكل وعوائق وبيروقراطية. الآن لدينا 13 ألف مستورد، 30 ألف يعني راحت اللي كانت تستورد ما هب ودب، ولدينا أكثر من 3000 مصدر مسجل، منهم 1500 مصدر قاموا بعملية تصدير حقيقية. لسنا ضد الاستيراد، ولكن الاستيراد الذي يسمح للجزائر بالولوج في سلاسل القيم العالمية، الاستيراد المكمل لحاجيات الاقتصاد الوطني، الاستيراد المكمل لحاجيات المتعاملين الاقتصاديين حتى يكملون طبعا دورتهم الإنتاجية بصفة تسمح لهم بالتصدير والتحكم في آليات الإنتاج. نحن ضد الاستيراد الذي استنزف عملة البلاد، الذي استنزف مقدرات الاقتصادية للبلاد. نحن ضد الاستيراد الذي كاد أن يعصف بوطننا المفدى وأن يدفع بالجزائر إلى سوق الاستدانة الدولية. هذا التحكم يعني مساعدة المتعاملين النزهاء، المتعاملين الشرفاء الذين يعملون على رفع من القيمة الاقتصادية لبلدهم ولوطنهم
ولمواجهة كل التحديات. نحن نعلم بأن هناك عراقيل، لقد عملنا على حلحلة جملة من العراقيل كانت موجودة، ونعمل على حلحلة المزيد. هناك مقاومة للتغيير، أنتم أعلم بها منا، ونعمل جميعا على إزالة كل هذه المعوقات وكل هذه المقاومات مهما كانت وأينما كانت، إن كانت حتى في الإدارات على مستوى كل إدارات. ونحن نشعر بما تعانونه يوميا من بعض البيروقراطية، الحمد لله يعني نقصت هذه البيروقراطية السلبية، فالبيروقراطية يجب أن تكون، فهي طبعا عمل المكاتب، هذا هو التعريف الحقيقي للبيروقراطية، ولكن هناك بيروقراطية سلبية تؤثر على كل مناحي الحياة إن كانت اقتصادية أو اجتماعية، أو نعمل على حلحلتها. ونتمنى إن شاء الله أن تكون هذه الجلسة اليوم، ندوتكم هذه، تسمح لنا بالمضي قدما في إزالة المزيد من العواق التي تقف في وجه كما قلنا المتعاملين النزهاء والشرفاء الذين يريدون لهذا البلد الخير كما نريده جميعا ونريده للجزائر الجديدة. إذن كما قلت، فقد بلغت صادرات الوطن خارج المحروقات إلى غاية 30 سبتمبر 22 5 مليار دولار أمريكي، ونتمنى إن شاء الله رفع من هذه القيمة، وهذا تحدي يجب أن نلتزم به جميعا، وخاصة أنتم المتعاملون الاقتصاديون، أن نبلغ 10 مليار دولار في نهاية سنة 23، وما ذلك على الله بعزيز، وما ذلك عليكم عليكم بصار، فأنتم أهل لذلك، وسوف تعملون إن شاء الله على رفع هذا التحدي، وسوف نعمل جميعا من أجل تكريس قواتنا وتكريس مجهودنا لمرافقتكم ومساعدتكم. فالدولة الجزائر الجديدة ليست، لن تكون أبدا عائقا للمتعاملين الاقتصاديين، بل مرافقا ومساعدا ومسهلا لكل المتعاملين الاقتصاديين. فسوف نعمل على رقمنة إدارة الضرائب وتسهيل المعاملات الضريبية، ومن تخفيف من العبء الضريبي ومن الضغط الضريبي. سوف نعمل على مقاربة شاملة تسمح من هذا التخفيف، طبعا مما سوف يؤثر إيجابا على المتعاملين، وسوف يؤثر إيجابا كذلك على مدخولات الدولة من غير المحروقات. إذن كما قلت، سوف نعمل جميعا على رفع تحدي بلوغ مستوى التصدير خارج المحروقات إلى 10 مليار دولار مع نهاية 23، التي ستكون أيضا سنة تعزيز أمننا الغذائي والصحي بتوفير المواد الأساسية التي يتم استيرادها حاليا وتحقيق اكتفائنا الذاتي، والعمل على تصدير الفائض منها. فسنعمل على الرقي بالصناعة المحلية قصد الرفع من مستوى تغطية احتياجاتنا الوطنية بصفة كلية من المواد الأساسية التي تعرف اليوم تقلبات كبيرة في الأسواق الدولية، والتي يمكن أن تعرف ندرة في المستقبل بالنظر إلى التغيرات الجيوستراتيجية الحاصلة في الساحة الدولية. فالحكومة ستعمل وفقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية على الوصول مع نهاية 23 إلى التغطية الكاملة من احتياجاتنا من مادتي السكر والزيت، زيت المائدة، و 80% من احتياجاتنا إلى مادة السكر وزيت الماء، 80% من الطلب الداخلي على المواد الصيدلانية. فهذه الإنجازات ليست بالهينة، وبفضل الله ومشيئته وعزيمة الخيرين في هذه البلاد سيتم بلوغ هذه المستويات غير المسبوقة في انتظار القادم من إنجازات التي تصب جميعا في تحقيق أمننا الغذائي والصحي. يجب بلوغ كل هذه النتائج في خلال سنة 23. نحن نعمل على تسهيل كل الإجراءات وحلحلة كل العقبات التي قد تقف في وجهكم أنتم المتعاملين في كل الميادين، الميدان الصناعي، الميدان السياحي، ميدان الخدمات، ميدان الفلاحة، ميدان صناعة التحويلية، ميدان صناعات الصيدلانية، يعني في كل ميادين سوف نعمل على مقاربة شاملة تأخذ بعين الاعتبار كل المشاكل التي قد تطرح عليكم مستقبلا في القريب العاجل أو مستقبلا، من أجل القيام بخطوات استباقية من أجل القضاء على كل هذه المشاكل، وبمقاربة تشاركية بيننا وبينكم سوف نمضي قدما إن شاء الله لتحقيق كل هذه الأهداف وللوصول إلى النتائج التي ذكرناها سابقا. وهذه النتائج لن نتراجع عنها بإذن الله تعالى، فتحقيق أمننا الاقتصادي وأمننا الغذائي وأمننا الصحي وأمننا الطاقوي أولوية الأولويات. فأنتم تلاحظون الآن، ورغم وجود الموارد بالنسبة لبعض البلدان فهي تجد
عوائق كثيرة من أجل الحصول على ما تريده من المواد الغذائية. ونحن بلد قارة يجب أن نوفر الغذاء ليس فقط لبلدنا ولكن حتى نتقدم بالمساعدات لدول الجوار التي ليست لديها المقدرات التي تتوفر في بلادنا. وإن لقاءكم هذا بمخرجاته سيساهم لا محالة في تحقيق هذا المجهود الوطني الهادف الذي صار واقعا نلمسه يوما بعد يوم بعد يوم، بعد أن كان في السابق مجرد سراب وخطابات دون خطط واضحة لتنفيذه. إن لم نقل النية الصادقة في ذلك، وفي نفس السياق ستضع الحكومة حزمة جديدة من الإصلاحات التي تصب في تطوير الشعب والمجالات ذات القدرات العالية للتصدير، لا سيما من خلال التفعيل الكلي للمنظومات القانونية الجديدة للاستثمار في القريب العاجل، وكذا وضع حيز التنفيذ الاستراتيجية الجديدة لترقية الصادرات خارج المحروقات قبل نهاية السنة الجارية. من أشكال المرافقة التي نعمل على تكريسها إن شاء الله قبل نهاية السنة هو فتح وكالات بنكية وطنية في الخارج، إن كان في أوروبا أو في إفريقيا، ونحن إن شاء الله قد أتممنا الإجراءات المتعلقة بذلك. وبنك الجزائر يعمل على تسهيل آخر العقبات التي كانت موجودة في هذا السياق، وسوف نتم إن شاء الله فتح هذه الوكالات في إفريقيا وفي أوروبا قبل نهاية العام الجاري بإذن الله تعالى، مما سيشكل أحد العوامل الأساسية ليس فقط لمرافقة المتعاملين الجزائريين الوطنيين، ولكن حتى إعطاء هذا الدفء وهذه الثقة بالنسبة للجالية الجزائرية الموجودة خارج الوطن، ووضع هذا الكوردون أمبيليكال كما نقول، هذا الحبل السري، إعادة إحياء الحبل السري بين الوطن الأم وهذه الجالية الوطنية الموجودة بالخارج. هذا وسيتم بالموازاة مع هذه الحركية إعادة تأهيل وعصرنة الآليات الهيئات الحكومية المتخصصة في مرافقة المصدرين، وعلى رأسها اللجنة الوزارية للمعارض والتظاهرات الاقتصادية بالخارج، وكذا الوكالة الوطنية لترقية الصادرات عبر العودة إلى دورها الطبيعي في توفير المعلومة الاقتصادية لفائدة هذه الفئة من المتعاملين الاقتصاديين ودراسة الأسواق المستهدفة، لا سيما تلك المتواجدة في منطقتنا القارية والتي تعتبر الامتداد الطبيعي والأولوي لتواجدنا الاقتصادي. بالمناسبة سوف يتم إتمام النظام المعلوماتي لمديرية الجمارك إن شاء الله قبل نهاية السنة الحالية، والسيد مدير العام للجمارك ملزم على الانتهاء من هذه الإجراءات إن شاء الله قبل نهاية سنة 22 حتى نسمح للمتعاملين الاقتصاديين بالولوج إلى إجراءات جديدة تسمح لهم بالإسراع في معاملتهم، خاصة بالنسبة لاستيراد المواد الأولية وتصدير المنتوج النهائي. كذلك بالنسبة لوزارة التجارة عليها العمل على حلحلة كل العراقيل والعوائق الموجودة حالياً، البعض منها قد أزيل حقيقة ولكن البعض الآخر ما زال موجودا، ويجب الاعتراف بأننا على الطريق الصحيح ولكن هناك عوائق أخرى يجب العمل على حلحلتها والقضاء عليها. وزارة الفلاحة كذلك لديها الكثير من العمل لإتمام ما تم إنجازه لغاية اليوم من أجل تسهيل كل الإجراءات بالنسبة للمتعاملين الذين يعملون في مجال الفلاحي ومجال الصناعات الغذائية والتحويلية. وزارة الصناعة كذلك الانتهاء في القريب العاجل من الكلوستر، من وضع نظام الكلوستر بالنسبة لبقية الشعب، لقد انتهينا من الشعب الصناعات الكهربائية، بقيت لدينا العديد من الشعب لم ننتهي منها بعد، فيجب العمل على الانتهاء من كل هذه الشعب إن شاء الله حتى تكون هذه المقاربة التشاركية كاملة بين الحكومة وبين المتعامل الاقتصادي في إطار منظم وتنظيمي. كذلك بالنسبة لوزارة المالية فهناك العديد من الإجراءات يجب إتمامها، خاصة على المجال الضريبي، مجال الضريبي ومجال كذلك تسيير العقار بصفة عامة. المديرية العامة لأملاك الدولة على عاتقها عمل كثير وكبير جدا من أجل تسهيل الولوج
إلى العقار بكل أنواعه، العقار الموجه للاستثمار. ونحن إن شاء الله سوف نقوم بتدشين اليوم الوكالة الجزائرية الجديدة للاستثمار، والتي سوف تكون أحد العوامل الأساسية لتسهيل كل إجراءات الاستثمار بالنسبة للمتعاملين الوطنيين وحتى الأجانب على قدم المساواة. وكذلك بالنسبة للولوج إلى العقار الموجه للاستثمار، فسوف ننتهي من النص المحدد لهذا في الأيام المقبلة إن شاء الله، وسوف يكون هذا عامل إضافي من التسهيلات التي سوف تقدم للمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين. ونحن في الاستماع إلى انشغالاتكم إن شاء الله من أجل المضي قدما في حلحلة المزيد من الإشكاليات التي تطرح لكم. إن استمرار نجاح المجهود الوطني لترقية الصادرات خارج المحروقات مرهون بالانخراط التام لكل المتدخلين في منطق اقتصاد متنوع ومبتكر وتنافسي ومندمج في سلاسل القيم العالمية، مما سيساهم في تحقيق تنمية مستدامة، وهو ما نتطلع إليه جميعا. وننتظر أن يكون مجلسكم وباقي منظمات أرباب العمل الوطنية في طليعته. وفقكم الله جميعا في أشغالكم التي أتمنى أن تكلل بالنجاح التام وبمخرجات سنعمل على أخذها بعين الاعتبار في مشروع الاستراتيجية الجديدة لترقية الصادرات. عاشت الجزائر حرة أبية عزيزة. المجد والخلود لشهداء الأبرار، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.